جينا من مدينة تازة لهنا لمراكش على حساب السياحة اللي وجدنا في جامع الفنا كلش في المتناول ديالنا. غير هو كاين واحد شوية ديال ما كاينش النظافة. هو أولا النظافة ديال داك الطبالي وداك الشيء ما جبتنيش، وداك الأثمنة اللي كيديروا ديال بالنسبة للعصير وبالنسبة للآخر كتلقاها زايدة. أنت كتشرب عصير ولكن كتلقى كيطلب لك واحد الثمن آخر. بالنسبة للزيطون وللأبارتومون كيكون واحد الثمن مناسب، ولكن التضارب ديال السماسيرة والتضارب ديال الناس اللي ما عندهمش دخل في هذه السياحة كيمكن لهم يزيدوا في الأسعار. حنا تفاهمنا مع الناس قلنا سيروا ب 400 درهم، لقينا بارتمان ب 700 درهم، ولهذا اللي كيدير واحد العائق واحد العقبات واحد يزو بستاكل للسياحة اللي ما يمكنلاش تستمر هنا في مراكش. إلا كانت الدولة ولا السياحة بغات تقدم في هذه البلاد وداك الشيء، خصنا نوض بهذا القطاع هذا اولا، وخص الناس يقاطعوا داك السماسره ويقاطعوا المضاربين، يقاطعوا الناس اللي ما عندهمش علاقه بالسياحه كل هنا في مدينه مراكش وفي المغرب كامل ان شاء الله بحول الله. ونتمنوا خير بحول الله السياحه ديالنا والسياحه في مراكش. دونك السلام عليكم، جينا من كازا. بالنسبه ل يعني المعيشه من وراء المنبر الجائحه، طبيعه الحال كاين واحد التغيير وتغيير كبير. يعني الغلاء فيما مشيتي كاين غلاء لعده اسباب، واسباب كل واحد وكيعطي الاسباب ديالو. يعني الناس اللي نعطيك مثال، الناس اللي كيديروا لامبورطاسيون سميتو كيوك ترونسبور، كيوك ترونسبور غلاء كيقول لك هادي. الناس ديال الداخل هنا كيوقعوا ثاني شارين هما بالغلاء. ممكن بزاف عده اسباب اللي كت اللي عطاتنا هاد الغلاء ولي عطاتنا هاد سميتو. ابار بالنسبه لي زوطيل، بالنسبه كاين بيان سور كاين واحد الفرق كبير ماشي شويه ما قبل الجائحه ومن بعد الجائحه، كاين واحد الفرق كبير. طبيعه الحال يعني خاص واحد المده، كنظن خاص واحد المده باش الانسان تعاودني يعاود كما نقولوا يعني يعاود يوقف على رجليه عاوتاني ويعاود يبدا من جديد. يعني بطبيعه الحال ضروري خاص مده، ما يمكنش مورا الجائحه يعني داكتومو غادي يكون واحد يعني غترجع الامور كيف ما كانت، ما يمكنش فهمتيني. وبطبيعه الحال باعتبارات اخرى ديال المشاكل الدوليه اللي كاينه حاليا، بزاف الاعتبارات كاينه. يعني الا جينا ندخلوا كاين بزاف ديال الاسباب. السلام عليكم، اولا كنشكر هذا الجريده الاخباريه الصحافه اللي استضفتنا هنا في ساحه جامع الفنا بمدينه مراكش. وانا كسائح داخلي الحمد لله جينا من مدينه اكادير وجينا لمدينة مراكش نقضوا فيها بعض الأوقات إن شاء الله. وجينا هنا استضفونا هنا، بغينا ندير واحد شكاية هنا باش يستوعبوها جميع المسؤولين في المنطقة، بأن المنطقة هي مزيانة سياحية الحمد لله، كيجوا لها الناس من جميع أقطار العالم كما كتلاحظوا الحمد لله. المشاكل اللي كاينين هنا في المنطقه هو غلاء الاسعار بالنسبه لي زوتيل ولي رياض. هنايا الناس كتعيش لي زابارتومون اللي ارتفع تقريبا هذا مقارنه مع السنوات الماضيه الدوبل الثمن ديالهم. لهذا نطلبوا من المسؤولين والناس اللي باش يشجعوا هذه المنطقه تكثر فيها السياحة الداخلية باش يكون واحد التوازن، ينقصوا الثمن ويتعاونوا مع الناس. راه المصاريف دابا ديال الغازوار وديال ليسونس وديال كراء السيارات هادشي راه كلشي الناس عارفين بأنه ارتفع. أنا جيت من مدينة الرباط، جيت لمراكش، الأسعار شوية صعيبة بزاف، لي زوتيل غاليين. سولني على أوريكا وداك الشيء، المحل غالي بزاف والأسعار غالية، مازوت خلاص زايد على الرباط كاع. لا مازوت ولا ليسان زايد على الرباط شويه، كاين نغزه شويه بزاف، وزايد الحراره خلاص، الحراره الجو حتى هي اكثر من داك الشيء. وفي الحقيقه القضيه غاليه بزاف بصراحه، كل شيء غالي، كل شيء في اي حاجه حتى تعيك تلقى سخونه. فيما مشينا تلقى يعني حاجه ما كاينش، المسكين الدرويش وداك الشيء ما عنده ما ياكل في هذه البلاصه هذه. ونطلبوا الله السلامه والعافيه، خاص الحكومه هذه تتعاون شويه مع الشعب مع الناس، ترحم شويه على المسكين الدرويش. راه بقى ما بقى له ما يدير، الدرويش مشى فيها ما بقاش مازال عنده حتى شي حاجه. اللي مسكين خدام بواحد الثمن بسيط، راه خصو يفكر، ما عرفتش شنو خصو يدير كاع. والله يهدي هاد الناس على الشعب ديالهم، يتهلاو في ايران، لا حول ولا قوه الا بالله.